بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. نورنا كابتن ناصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، كابتن عادل عبد الرحمن. نورنا كابتن. نورنا كابتن. مبروك النادي الاهلي وهارد لك للنادي الاسماعيلي. كابتن ايمن، النهارده طاقم التحكيم اللي كان موجود معانا كان احمد الغندور، كان حكم الميدان، وكان معانا احمد حسام طه المساعد الدولي رقم واحد، ومحمد عزاز رقم اثنين، وعاطف حسين رابع، وكان على الفار حسام عزب حجاج وعمر فتحي. سريعا، عندنا حالات كتير قوي كابتن ايمن النهارده، حالات خاصه باختبارات الصندوق وحالات للفار وللحكم. خلينا نتكلم كده بهدوء ونقدر نوصل معلومه للمشاهدين بالنسبه للتحكيم والتحليل التحكيمي. يا كابتن ايمن، حلقه خدت جدل كبير، هنمشي فيها كابتن ايمن واحده واحده. شوف هنا، اولا بس قبل ما احلل اللعبه خلينا نروح للاعب محمد حسن. محمد حسن هنا كابتن، اهو نمشي بقى كده. الوحيد اللي ما احتفلش بالهدف هو محمد حسن. تمام، انا اروح للعبه بعد كده، انا بس بوديك ايه واحده واحده. خلي بالك، هدف في الاهلي لما اللاعب يجيبه كابتن شريف الطبيعي بيعمل ايه؟ بيحتفل. بيحتفل. وهنا لازم نقف على النقطه دي، مهمه جدا جدا، نشوف هل هو عدم احتفاله ان الكره جت في الايد بعد الفخد ولا ما جتش في الايد. ده اللي احنا بنشوفه هنا. هنا الفار استدعى الغندور، جاب له زاويه. هذه الزاويه اللي جابها الفار هنا فيها كلام كتير جدا يا كابتن اسامه. هل الكره تصطدم بالركبه وتيجي في الايد؟ ده اللي جابه له حسام عزب للغندور، والغندور رجع واحتسب الغى الهدف. البعض يقول الفار، طيب دور الفار ايه يا كابتن شريف كابتن عادل؟ المفترض ان انا بجيب اكتر من زاويه، لابد ان انا كفار اجيب اكتر من زاويه للحكم، لان ده هدف بيتلغي. ولكن لما بيجيب لي زاويه واحده انا بختار الزاويه اللي انت جبتها، وبناء عليه خد الغندور خد القرار بناء على الزاويه اللي عنده. ولكن الافضل، وانا بقول اهو الافضل، ان هي كان ممكن يجيب له زاويه ثانيه يا كابتن شريف. ولكن هنا الغريب زي ما قلت ان اللاعب هنا لم يحتفل، وده يديني علامه استفهام ان هل هم جاب له زاويه ثانيه لكن الكره دي غلطه الفار. غلطه الفار ولا الناس اللي قاعده على الفار؟ كابتن، ما هو الفار ده هو المسؤول عن الفار، هو الحكم الفار اسمه حسام عزب، وكان مع عمر فتحي. انا مش فارق معايا اسمه. هو يعني انا المفترض احنا النهارده بنوضح يا كابتن علي. سؤالك مهم جدا جدا. انا كحكم فار بعد اي هدف طبقا للبروتوكول بيقول لي الهدف يتم التشيك عليه، شايك عليه كويس حتى هو صحيح، وهجيب الكلام ده في هدف الاهلي وهتلاقي مفاجاه. انا كحكم ميدان بعد ما بحتسب بستنى كابتن عادل التاكيد ان الفار يعمل له كونفيرم. كونفيرم. فهنا الفار هنا شايك. المفترض يا كابتن علاء ان انا لما بجيب الحكم في لعبه زي دي جدليه بجيب له اكتر من زاويه. دي ممكن تكون غلطه الفار، ما عندوش خبرات، هو جاب له زاويه واحده. الحكم هنا الغندور خد بيها. يعني هو في ناس محطوطه بتجرب في الدوري يعني؟ المفترض يا كابتن انا بحط افضل حكام. تاني سؤالك طيب. مهم. كابتن، هو مين حكم الفار؟ احنا بنقول حكم الفار دايما دايما يا كابتن عادل اكتر حكم عنده خبرات يا كابتن شريف لابد ان انا اجي احطه في الفار. طبعا. ليه؟ حكم لعب وشاف وعنده خبرات. هو مين بيحط حكام الفار؟ معلش سؤال. لا، هو اللي بيحط الحكام كلها اللي بيعين المسؤول. مين بيعين الحكام؟ لجنة الحكام اللي بتعين اللي هو فيتور بيريرا وكابتن توفيق السيد. هو اشتغل فيتور بيريرا، احنا قصته احنا هنقعد نحكي في قصته، هنقعد كتير. هو ما اشتغلش، ولكن هو مسؤول. هو اشتغل من اول الموسم على فكره. هو مسؤول عن كل حاجه، عن التعيينات، مسؤول عن التطوير، مسؤول عن كل راجل. من اول الموسم راجل بيتقاضى مبالغ كده. من اول الموسم مش فارق، مش مشكله اللي فيه. طب ما اللي جه اخذ فلوس قبل كده ومش عادي، احنا رزقنا كده. خلي بالك، دي كلها حاجات واخطاء لابد ان هو يحط عينه عليها ويحاول يطور الحكم، ولكن بالشكل ده لابد. نهائي افريقيا اللي فات، معلش، مين اللي كان على الفار؟ نعم؟ مين اللي كان على الفار في نهائي افريقيا اللي فات؟ بيحطوا كان انت حضرتك بتقول لي افضل، كان افضل اثنين موجودين. صح. هيثم يرات. حلو. هيثم ابن هشام يرات. كويس. ومصطفى قربان. حلو. دول افضل اثنين. لا جدال عليهم. كابتن انا بحييك ليه؟ ليه؟ ده اللي احنا عاوزين نوصله للناس. طيب. كلامك الناس مهم. الناس اللي هنا مسؤوله عندنا. كابتن علاء، انت كلامك مهم جدا جدا.
احنا قلنا اكتر من مره حكام الفار لابد ان هم اكتر حكام عندك خبره اكتر من الملعب كمان. طب كابتن... الاثنين اللي عندهم خبره ده في الفاينل هنا في القاهره طرد ما عملهوش بنالت اتنين بنالت ما ادوش للنادي الاهلي الاثنين بنالت ما هم كانوا جامدين وكل حاجه بس ظلمونا. بص يا كابتن عادل انت بتعمل اولا بتعمل عليك كلجنه حط الحكم الفار عنده خبره يعني انت عندك النهارده حكام الفار عندك محمد عادل موجود عندك طارق مجدي موجود عندك مثلا من القائمه الدوليه محمود ناجي عندك ابراهيم نور كل دول حكام فار حطهم في الماتش زي ده ماتش بزاويه ولكن انا بقول ايه هي اللقطه اللي جت يا كابتن عليها بس عشان نريح الدنيا هي دي اللي جات له وانا بقول ممكن تجيب له زاويه واثنين وثلاثه عشان هو يقدر النهارده يا راجل يختار الحل اللي بعد كده. تعالى هنا اوريك حاجه جميله جدا 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 ودي بقى في القانون يا كابتن علاء مسك اللعيب نتكلم في لعبه اللجنه دي. بص يا كابتن بس هقف كده كابتن برجاوي سامحني معلش دي هنشرحها للناس عشان نعرف الراجل واقف ورا هذا المدافع متداخل سيرجي اكا ده بره الملعب يا كابتن صح؟ ايوه بس متداخل هل يغطي التسلل ولا لا طبعا سؤال لا لا لا, لا طبعا كابتن عادل سكت ما يغطيش طبعا لا لا ما يغطيش طبعا لا يغطي التسلل لا 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 ما يغطيش التسلل لا هو هو لا هو مغطي التسلل بقى كابتن مغطي التسلل لا يعني هو مغطي التسلل لا انت قلت لي لما خرج بره الملعب هو مغطي يا كابتن يعني هو سليمه كده لا هو فاكر ان هو كده مش مغطي التسلل هو لو في تسلل هو مغطي التسلل اتغير في اللعبه ده من زمان قوي يا عادل كان من زمان تتحسب ان هو خارج حدود الملعب يبقى مش متداخل طب اتغير ليه دلوقتي اتغير علشان كل حدود الملعب تبع الحكم واللازم علشان اللي بيمثله بس برافو بس كده هقول لك ليه اتغير يا كابتن شريف ايوه كابتن المدافع احيانا بيبقى ذكي مظبوط لما بيلاقي نفسه هو مغطي التسلل يعمل ايه ويروح طالع بره خطوتين يطلع بره بالظبط فبالتالي ما بيقدرش يحاسبه مظبوط حصل تعديل بس الكلام ده من قبله ثلاث سنين ان اي لاعب يخرج خارج ميدان اللعب بدون اذن الحكم لاي سبب من الاسباب حتى لو مصاب مظبوط حتى لو مصاب وبره هو مغطي التسلل يعتبر مغطي صح تاني. لا بس لو الحكم واخد القرار كابتن طول ما في الهجمه موجوده لا صح. لا ما اقصدش يعني واحد مثلا كان قبليها الحكم خرجه وواقف بره لا انا خرجت خلاص بامري خلاص كابتن انا بقول ايه بقول ايه اللعبه شغاله لو انا الهجوم هنا واللاعب ده اصيب وقعد بعتبره مغطي التسلل طبعا ده القانون يا كابتن لو انا خرجته لو انا خرجته الموضوع تاني انا بشيله من حساباتي هو بره اللعب خالص بشيله من حسابي ولكن هنا اللاعب هنا يا جماعه حتى لو هو بره هو مغطي التسلل حتى لو هو عند لوحه الاعلانات مغطي التسلل طالما الهجمه ما زالت موجوده ومستمره الفار اتدخل ليه في انا هنا الفار بقول يعني هدف المساعد محمد عزيزي ما فيش فيه اجتهاد عندك الحارس مغطي واللاعب المدافع مغطي على خط المرمى هدف سليم التشكيك يبقى سريع حتى خالد كمان سابق بيرستاو بعد وهو بيلعبها بص خد بالك بعد لما تروح لخالد لما تروح لخالد هتلاقي تروح لخالد بقى وتتلعب ليبرسي بص نمشي 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 لا انا فاهم انا فاهم انا بقوله نمشي. كمان هنا نقف بقى نقف 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 خالد لعبها لورا تمام الحاجه الثانيه يعني شايف كابتن اسامه بيقول الكره جايه من الخلف للامام صح الكره هنا هي اصلا هي اللي انا بحاسب عليها مزبوط. يعني بس اللاعب المنافس هو اقرب الى مرمى بالظبط الكره هنا اقرب الى مرمى المنافسين هو اللذيذ ان هي داخله جول راح سيرجي اكا دخل الملعب المرمى يعمل ايه يعني بص كملتها والله بتكلم جاي بص كملها كملها بص الكره بتخش جول بص سيرجي اكا بص واقف على الخط بص بص هيخش الملعب لوحده ورجع تاني نزل الملعب كمل 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 نزل الملعب لوحده نزل الملعب لوحده عارف ياخد اذن ياخد انذار ده المفروض ياخد اذن ودخل بدون اذن ايوه لابد ناخد انذار بس هي الناس كلها ولكن المعلومه اللي عاوزين نوصلها للناس ايه هي؟ ان اي لاعب يخرج خارج ميدان اللعب بدون اذن الحكم انا بعتبره كحكم مساعد مغطي التسلل في حين انتهاء اللعبه تماما 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 دي معلومه نوديها للناس عشان تبقى عارفه وخلي بالك ده لعيب عنده جهل بالقوانين لو احمد عادل كان خرج بره الجون احنا دورنا هنا كابتن في قناه الاهلي ايه؟ كابتن ايمن مش بننقد الحكام ولكن بندي ثقافه تحكيميه لا انا بتكلم على اللعيب انا بتكلم على اللعيب معلومه كتير من الناس يقول لك ده راجل خارج انت بتحاسبه ازاي؟ لا انا حاسبه هو خارج ميدان اللعب حتى لو راح عند اللي هناك مدرجات بحاسبه ان هو مغطي التسلل لحين انتهاء لعبه اللعب ولكن هنا هدف سليم طبعا حبينا بس نوضح فيه اللعبه اللي بعد كده حاله هنا سكوت احمد مدمولي مع رامي ربيعه احنا قلنا دايما السكوت مش كل سكوت يحتسب عليه مخالفه كابتن ايمن نشوف هنا لعبه تاني من زاويه تانيه وهنا داس على الكره وراح ستوب
هنا بقت المنافسه ما بين اثنين لعيبه يا كابتن عادل. خلاص خلي بالك ماليش علاقه بال 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 بالقوه الجسمانيه، خلي بالك هنا رامي واحمد مدبول الاثنين رايحين تنافس، وبالتالي التنافس هنا التنافس شرعي عادل، مفيش مخالفه هنا من 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 رامي اطلاقا اطلاقا. احمد غندور استمر اللعبه كان قرار ممتاز، وهنا الفار اكد ان هنا لا يوجد مخالفه، ويمكن احمد هنا قريب، وبحيي احمد على هذا القرار اللي كان قرار صعب بالنسبه للاعب. هنا بنشوف محمد عزازي 10 على 10، ده اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت عشان الناس هنا بتسمع كلامنا وبتطور يا كابتن عادل. صح. كابتن علاء كابتن شريف ساب اللعبه تواصل وخلى الهجمه تنتهي ثم اشار بالتسلل، وانا بشيد بمحمد عزازي في هذه الحاله. الحاله بعد كده نفس الشيء بنشوف هنا استنى، وبعدين هنا رفع على طول، هنا اللاعب هنا الاسماعيلي شوف التسلل موجود ولا مش موجود. عزاز النهارده كان متميز واحمد حسام كان متميز، غندور كان كويس على فكره. نعم. نشوف تاني هنا الراجل سابق وتمركز هايل جدا جدا. يا كابتن ناصر العزيز انا شايف ان احمد غندور قدم مباراه كويسه ما فيهاش اخطاء. بص يا كابتن زي ما قلت لك احمد غندور النهارده زي ما قلت لك بيخاف على الماتش، وزي ما قلت لك كل حالات الصندوق نجح فيها بشكل تمام. ولا احنا بنتكلم على لعبه الفار، هو الفار جاب له افضل زاويه من وجهه نظر الفار، وهنا الغندور اقتنع بان الكره هو قدم مباراه كويسه انا شايف. بس نروح للحاله اللي بعد كده شوف حاله مهمه جدا جدا، وشوف تعاون، والتعاون موجود ما بين لاعب ما بين الحكم المساعد احمد حسام طه واحمد الغندور في هذه الحاله. اللي جاي تاني مخالفه هنا، كان لابد يا احمد النهارده هنا التهور موجود، هتثبت المخالفه ولكن كان يجب انك انت تدي البطاقه الصفراء في هذه الحاله. الحاله اللي جايه تاني مهمه جدا جدا، ونشوف هنا استمرار اللعب والقرار كان قرار صحيح، وهنا الدفع موجود والتعاون ايضا من محمد عزيزي في هذه الحاله، حاله مهمه جدا جدا. التعاون كان موجود ما بين طاقم التحكيم بالنسبه للمساعدين يا كابتن علاء، دفع موجود هنا من احمد عبد القادر، والمخالفه صحيحه والقرار كان صحيح من حكم المساعد والحكم. اللعب اللي جاي دي مهمه جدا 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 جدا، ولو انا قلت لعلاء او عادل او شريف او اسامه هيشرحوها. هذه فيها طرد طاقه حمراء؟ لا محمد عبد المنعم غطى. تعال هات بقى هات لي اللوكيشن الاولاني كده اللعبه من الاول خالص كده برجاوي ساعه ارتكاب المخالفه بقى ونقف، بس ارجع تاني شويه سنه، بس واحده سنه 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 ده منعم سابق سنه بالعكس ده منعم سابق. نمشي نمشي شويه نمشي برجاوي شويه، بس انا عاوز حد يشرح اللعبه يا جماعه من عندكم. هل دي فيها بطاقه حمراء؟ لا 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 طبعا ما منع ما هو زياده. ليه حد طلع قال فيها بطاقه حمراء؟ احنا قلنا فرصه محققه. لا 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 انا بس بشرح يا جماعه، هنا احنا بنحكي للناس، هنا الفرصه المحققه هنا المعايير اربع معايير بنقول عليها: اتجاه العام، السيطره، تمركز المدافعين، ثم هنا بنقول التمركز اللاعبين. هنا عبينا مغطي اللعبه وبالتالي هنا البطاقه الصفراء فقط، وهنا ما فيش بطاقه حمراء في هذه الحاله. تمام؟ الحاله اللي جايه ونشوف نفس الحاله، هنا مفيش اي مخالفه والالتحام التحام مشروع، وبالتالي هنا قرار الحكم كان اختبارات كتيره كانت النهارده لاحمد غندور في هذه المباراه، يعني اعتقد نجح فيها بشكل كبير، وهنا مفيش اي مخالفه بالنسبه للاعب الاهلي، وكان ممكن يحسب هنا خطا على لاعب الاسماعيلي ان هو كمل في احمد الشناوي. نشوف هنا كمل، هنا مفيش مخالفه وبالتالي هنا بشوف هنا كمل في الرجل. يمكن دي اخر حاله معانا كابتن ايمن. بشكل عام احنا قلنا ان اي مخالفه من او اي هدف بيجي لابد ان الفار بيراجع عليه، وبالتالي هو راجع، واحنا نصيحتنا كابتن علاء زي ما انت حضرتك قلت الماتشات اللي جايه مهمه جدا، لابد ان احنا نعين افضل حكام عندهم خبرات خاصه في الفار عشان نعدي بيه، خصوصا المباريات اللي هي الصراع اللي جاي على وجود كده دي طبعا. وزي ما قلنا ده الاتحاد الافريقي بيشتغل عليه، واحنا المفروض نشتغل مع الاتحاد الافريقي كابتن ايمن. صحيح. تاني بنقول مبروك للنادي الاهلي، توفيق للتحكيم المصري. فيتور بيريرا عاوزين نشوفه بقى السنه الجايه ان شاء الله بدايه الموسم. شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتني. خليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاسماعيلي والمؤجله من الجوله رقم 18 للدوري العام المصري لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 ومواصلة تربعه على القمة منفردا
واقترابه خطوه اخرى من درع الدوري العام. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. بشكرك كابتن ايمن، مبروك وعبال اللي جاي باذن الله. الله يبارك فيك كابتن. كابتن اسامه عرب، شكرا يا كابتن. شكرا ايمن والف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن علاء ميهوب، شكرا يا كابتن. شكرا. شكرا يا مشكورك يا كابتن عادل رحمن، شكرا والف مبروك. الله يبارك فيك. جاي احسن ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق التحيه.